طب نروح من الكورة نروح لعالم افتراضي، وحضراتكم عارفين فكرة الميتافيرس والعوالم الافتراضية، وانه تدخل في حدوتة في قصة، تدخل في مدينة افتراضية تعيش حاجة مثلا من الماضي. النهاردة معانا قصة لحضراتكم، مدينة على الميتافيرس، وهي مدينة مصرية اللي هي توتيرا، وباين قوي 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 من اسمها انها تتعلق بالملك توت عنخ آمون. الميتافيرس ده وسيله جديده او تطبيقات جديده موجوده في العالم بقالها، يعني نقدر نقول داخله في السنتين ولا حاجه، بتحاكي الواقع اللي كان موجود. فبيقدر الشخص ان هو يلبس زي النظاره الفي ار، وبيصبح جزء من العالم، جزء من هذه المدينة المصرية اللي بتشرح مراحل كتير للحضارة المصرية وتوت عنخ آمون، وكل بقى الأمور دي كلها، المعابد زي ما حضراتكم شايفين، النقوش، يعني اللي هيدخل فيها، اللي هيجرب التجربة دي هيحس إن هو جزء من عالم توت عنخ آمون. أعتقد 4 أو 5 مواقع، 4 أو 5 أماكن، يعني بيقدر إن هو أو بيتم محاكاتها، وبيقدر اللي هيستخدم الميتافيرس أو يدخل على التوتيرا يقدر إن هو يعيش هذا العالم الافتراضي. تجربة كده محتاجين يعني نفهم أكتر تفاصيلها إزاي من دكتور سامية بهي الدين، نائب رئيس مجلس إدارة مدينة توتيرا. وايضا برحب بالاستاذ شريف شعبان، المستشار الاعلامي لمشروع مدينه توتيرا. دكتور سميه، استاذ شريف، مساء الخيرات، اهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضراتكم. اسمح لي استاذ شريف ابدا مع دكتور سميه، وحضرتك نائب رئيس مجلس اداره المدينه، مدينه توتيرا. يا ريت نائب رئيس مجلس اداره الشركه. نائب رئيس مجلس اداره الشركه، تمام، ويعني وكمان المدينه يا دكتور بقى يعني طيب ممكن حضرتك تقول لنا كده ايه حكايه المدينه دي عشان نبسط الفكره لاهالينا الموجودين في البيوت اللي لسه يعني حديث العهد ولسه سامعين عن الميتافيرس. ببساطه هي توت إيرا حركه فنيه تستدعي حضاره مصر القديمه بشكل عصري حديث بدون استنساخ. بمعنى ايه؟ ان احنا مش بناخد كوبي وبيست من الماضي، احنا بنفهم الماضي وبنفهم الحضارة بتاعتنا كويس قوي، وبنفك الرموز بتاعتها وبنعبر عنها بشكل عصري مستقبلي بدون ما نستنسخ. فكرة المدينة جت يعني الحقيقة احنا مع مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، فكرنا ان احنا نعمل مدينة اسمها توت إيرا اللي هي عصر توت. كأنه رجع تاني، أو بنستدعي الفترة دي اللي هو قعد فترة صغيرة قوي ورجع تاني، وبنفكر إزاي ممكن يبني المدينة بشكل عصري. والمدينة نفسها فيها فراغات بتقدر تعرفك بتاريخ مصر القديمة بس بشكل مختلف. فهتلاقي كل فترة من الفترات في الحضارة المصرية القديمة هتلاقي فراغات موجود فيها بقى مقابر، موجود فيها ما يعبر عن الحضارات دي، مع منطقة تانية احتفالا بالملكة نفرتيتي وإخناتون، فعاملين زي قصر كده وبنعرض فيه منتجات مثلا فاشن ممكن، أو حاجة تخص المرأة أو حاجة تخص كويس جدا. في مزيكا، في كل الإبداعات، معايشة كاملة يعني، معايشة كاملة للواقع. عظيم. ده طبعا عن طريق النظارات أو اللي هي الفي آر، ممكن عن طريق النظارة وممكن عن طريق الكمبيوتر وممكن عن طريق الموبايل. طيب سهل للناس ان هي تدخل وتشوف وتجرب ده؟ هي بتنزل الابلكيشن على الواتيفر الجهاز اللي هي هتستخدمه، وبعدين بتخش باللينك على طول اللي هو موجود على الموقع عندنا، لينكات للسبيسز المفتوحه او الفراغات المفتوحه المتاحه. يعني تطبيق موجود على الموبايلات، يعني موجود على الموبايل توتيرا ابلكيشن. ابلكيشن مش توتيرا، ابلكيشن من الابلكيشنز اللي الناس بتستخدمها في الميتافيرس. طيب ده كلام جميل جدا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سميه بهي الدين، جهد الحقيقه مشكور. واخد طبعا تعليق من الاستاذ شريف شعبان، المستشار الاعلامي لمشروع مدينه توتيرا، وكمان مسؤول التنميه الثقافيه والوعي الاثري بوزاره السياحه والاثار. يعني اعتقد الفكره دي تم دراستها، والفكره دي مستهدف منها امور كتير استاذ شريف، فارجو حضرتك تحطنا في الصوره. مدينه توت إيرا هي نتاج عمل ضخم قامت بيه مجموعه من الشباب المصريين، عملناه على مدار اكتر من 3 سنين.
يعني الفكرة ما كانتش وليدة اللحظة، ولكن احنا فكرنا ان احنا ندخل العالم الافتراضي، لان العالم الافتراضي هو ده المستقبل، البيع والشراء والتجارة والتلاقي مع كل افراد العالم هيبقى عن طريق العالم الافتراضي، وعاجلا او اجلا لازم ندخل العالم ده. فاللي مش هيحجز لنفسه مكان في العالم الافتراضي هيبقى متأخر كتير. فمن هنا فكرنا ان احنا ندخل العالم ده عن طريق حضارتنا، الحضارة المصرية طبعا القديمة. طبعا احنا ما عندناش لا اغلى ولا اروع ولا اكتر حاجة نفتخر بيها اكتر من الحضارة المصرية القديمة. طيب، هل في ترويج للتطبيق؟ هل في ترويج للمدينة؟ بتقيسوا الصدى بتاع وجودها على وسائل التواصل أو على التطبيقات؟ طبعا طبعا، وعلى مستوى العالم كمان، يعني احنا أرجوك جالنا كلنا ردود عظيم. افعال على مستوى العالم في امريكا واوروبا في جنوب شرق اسيا، ناس كتير متفاعلين مع المدينه وحابين ان هم يدخلوها. للاسف هم طبعا بره متفوقين عننا في موضوع الوعي بالميتافيرس او العالم الافتراضي، ولكن احنا دلوقتي بحاول ننمي فكره العالم الافتراضي عند الناس، حيث ان احنا نعرفهم ايه هو العالم الافتراضي، ايه هو الميتافيرس، ازاي يستخدموه بامان ما يخافوش منه، خصوصا ان في ناس متخوفه منه، ده شيء طبيعي ومنطقي، ولكن ازاي ان احنا ندخل العالم ده بمبادئنا وبقيمنا احنا. وفكرة الاستخدام، انا هنا بستخدم الميتافيرس او العالم الافتراضي داخل بشوف حضارة، بشوف تاريخ بيتحكي حكاية، بعايش حقبة تاريخية، وده امان يعني، يعني بعيد عن اي امور تانية يعني. هو فكرة إن إحنا مأمنين المدينة بطرق تكنولوجية تمام وبميثاق شرف أنا حاطه 7 مبادئ مستقاة من روح الحضارة المصرية القديمة أو من المعهد. يعني، إن كل إحنا اللي بيدخل على المدينة الافتراضية بيلتزم بالمعايير دي أو بيتم حذفه أو منعه من الدخول ليها. بالظبط دي حقيقة. المعايير بتتكلم عن روح المؤاخاة، روح الحب والتسامي، مفيش عنصرية، مفيش كراهية، مفيش أي تمييز عنصري ما بين أي حد داخل المدينة، خصوصا إن هي مدينة عالمية ففي طبعا مختلف الأفكار اللي الناس هتحتك بيها. صح. فإحنا عايزين الناس تدخل في المدينة دي بمنتهى الأمان وبمنتهى السلام، بحيث إن هم يفضلوا في المدينة ومحدش يخرج منها. عظيم، شاكر جدا وجود حضرتك، ويعني فكرة الحقيقة عظيمة جدا جدا يعني، يعني تحية للي فكر فيها وتحية للي نفذوها، استاذ شريف شعبان المستشار الإعلامي لمشروع مدينة توت إيرا، شكرا جزيلا لحضرتك. توديرا أول مدينة مصرية في العالم الافتراضي، بعدما تم إطلاقها في 30 نوفمبر الماضي، باتت توديرا أول مدينة مصرية تحاكي عالم الحضارة المصرية القديمة عبر الميتافيرس، حيث مزجت التاريخ القديم بتكنولوجيا الحديثة. قام بإنشاؤها فريق عمل مصري 100%. توديرا هي أول مدينة مصرية على الميتافيرس، تنقلك إلى عالم الحضارة المصرية القديمة من خلال محاكاة بعض مشاهدها. تم اختيار اسم توتيرا لها، وأي يعني عصر توت، نسبة للملك المصري القديم توت عنخ آمون. صممت المدينة على المعايير المصرية القديمة، لكن بشكل حديث يناسب المستقبل، فلا توجد معابد أو مقابر أو أهرامات، وإنما يدخل الشخص المدينة بشكل تفاعلي، ويتم تصميم مجسم له ليعيش تجربة فريدة من نوعها. كل قاعات المدينة الافتراضية زينت برموز مصرية قديمة ذات دلالة، بالإضافة إلى التكوين المعماري الافتراضي، ويمارس بها السكان أو الزائرون مجالات الحياة كافة، سواء السكن أو الترفيه أو التجارة أو التعليم وباقي الأعمال. ليس فقط مجالات الحياة العادية، ولكن مجالات مستحدثة للعالم التخيلي. المدينة تتكون من قاعات عدة، أهمها طريق الملوك الذي يعرض قصة أهم ملوك الحضارة المصرية القديمة، فضلاً عن مراكز الأبحاث العلمية ومراكز بحوث العلوم الفلكية وسياحة الفضاء ومناطق تعليمية متعددة، بالإضافة إلى العوامل السرية التخيلية داخل الهرم. وتتمتع القاعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يمكن الوصول لساحات مقتنيات الملك توت المدفونة ومشاهدتها من خلال الأرضيات الشفافة أو النزول والتجول داخل أروقتها وغيرها من المشاهد المبهرة. من مصر، ياسمين جبريل.